هيجيبهم للمنافسه. حط زيرو تاني طبعا لو احنا زودناها 120 هجيبها كده اول تجربه. وده اللي تاني لما بيجي ظهر تاني اهوت عشان دكتور سعيد. وده الاورط تاني ظهر هنا ظهر بس هو جاكس ما بتعرفش يعني ايه بس هو ده الاورط. مش واضح قوي بس هو ده. بس عند كام 140 150 تمام؟ صح عند 90 كده ممكن يجيب لك ليفت دافنشي مره ثانيه. اهي شفت يا دكتور هشام؟ ايوه ليفت دافنشي ده شفناه لك مره ثانيه هو ده يعتبر 90 بس بس ايه؟ زي بتاع الشورت تو تشيمبر بس من فوق اصلا من فوق بكتير 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 بس لو انت عامل مره يعني اه تمام؟ هنجيب عند الزيرو ثاني وحط الرايت فنتريكي هو اللي في النص ماشي؟ يبقى اي زاويه عليه هي اللي هتفرق الرايت
احسن فيو ده اللي بيبقى ستريت فوق والانتيرو قصدي السيب بوستيريور ليفلت بتاع الدرجات من فوق والسنتر تحت او الانتيرو تحت الانتيرو تحت الانتيرو تحت والبوستيريو فوق لناحيه السيبتر هتبقى لا بس انتوا معلش سوري اللي فوق بوستيريور وتحت خلاص يا جماعه ماشي بس خلاص دي في راس جاسك ما بيطلعش اه انا فعلا دي حلقه بس يمكن في الجهاز ده بس ما بيطلعش اللي فعلا ما هو لازم يجيب شورت هجيب شورت طب خلاص بس البيست فيو يعني يا ريت حد يجي يشتغل لا بس البيست فيو للانتر ايترال سيستم يا دكتور.